3:30. رحنا حصلنا ولي العهد يعني مهتم بالأحداث، وطبعا باعتباره مسؤول عن هذا البلد والملف في يده، فيحاول الرجل، وهنا شهادة لله وللتاريخ، أن يعني سمو الشيخ سلمان كان في غاية الحرص على أن الأحداث لا تتفاقم، وكان يريد أن يحل الإشكال بطريقة سلمية وصحيحة. شنو خبركم؟ قال لنا شو الوضع، شو تشوفون، شو الأمور اللي يعني ترونها، وكيف تقدرون وتقيمون الوضع أنتو. وخبرنا أنه أرسل إلى الوفاق وفد من جهته يحاول أن يقنعهم بقبول الحوار، وكان الشيخ سلمان يريد أنه إذا قبلوا بالحوار مستعد أن يبدأ من نفس اليوم، وإذا ما يقدروا من نفس اليوم من اليوم الثاني. هاي يوم 13 قبل إخلاء الدوار بثلاثة أيام. نعم، في هذا اليوم توجه وفد من، احنا ما لحقنا، بس الشيخ سلمان خبرنا انه هو ارسل لهم وفد. احنا لما شفنا الموقف بهذه الصوره خبرنا ولي العهد ان احنا بنروح لهم، ما بننتظرهم الين يجونا في الوقت. طيب، فخرجنا من ديوان سمو ولي العهد الى يمكن الساعة 4 تقريبا العصر، 4:15، يعني قبل 4:30 كنا احنا في الوفاق. حصلنا الجماعة مجتمعين الوفاق والجمعيات الست، وهو يعني الوضع اللي شفناهم فيه يدل على أن هناك يعني استنفار في كل الطاقة للعمل، لأنه وجدناهم دخلنا عليهم فاجأناهم بالدخول، الغداء موجود، بعضهم تغدى بعضهم توه بيتغدى، لملموا أمورهم. طرحنا عليهم أن احنا اليوم بسبب الظروف اللي استجدت جايين نبي نتكلم فقط في كيف نحتوي الأزمة حتى لا تتفاقم، كيف نستطيع أن نحقن دماء البحرينيين لا يتقاتلون مع بعضهم بعض. والصبح كان في أحداث الجامعة، أحداث الجامعة والطرق المسدودة وأحداث الدوار، أحداث إخلاء لا بعد ذلك الأحداث، إخلاء بالله من الشيطان الرجيم، إخلاء كانت مسيرة المركز. الرفاع ومسيرة الصف. مجموعة الرفاع كانت يوم الجمعة قبلها. احنا علي سلمان قال لا احنا خلونا نواصل اول شيء الحوار اللي كنا فيه، تحول المرئيات، المرئيات ومحاولة يعني ما الوصول. وقفتوا عند الأحداث الأمنية وتطوراتها، هو قال هذا نؤخره. والواقع احنا ما رغبنا في هذا الامر، لكن بعد حتى نوصل الى حل كنا يعني نحاول قد ما نقدر ما نكون متصلبين في المواقف. طيب، بدأنا في الحوار اللي انا اعتبره حوار عقيم، لان ترجع نفس الافكار، الرجوع الى 73 والرجوع الى المجلس التاسيسي، وهني قال لنا ان الاسره الحاكمه احنا نعتقد انها غير صالحه، وان الكلام اللي قلناه قبل. احنا كتجمع قلنا له هذا الكلام اللي انت تقوله واللي تقولونه انت كلام غير منطقي غير مقبول. للساعة كم تميته في نفس الدائرة؟ تمينا في هذا الامر، يعني الجلسة استغرقت قرابة الـ5 ساعات. جلسنا نتكلم في هذا الكلام حتى وصل خبر ان بداية طلائع درع الجزيرة دخلت، وكان الكلام أن قوات الجيش السعودي بدأت تدخل. الحوار بسبب أنه يعني أنت كأنك تصطدم بالحائط، فمرة تحاول تهدأ ومرة الحوار نبرته تعلو. في لحظة من لحظات الحوار الساخن جاء الخبر أن درع الجزيرة أو القوات السعودية بدأت تدخل. هنا علي سلمان انفعل وبدأ يعني يظهر التأفف والضيق، ثم بعد دقائق دقيقتين ثلاث طلب من واحد منهم قال له تأكد لي من هذا الخبر، لأن إذا هذا الخبر صحيح احنا
سنستعين أو سنستنجد بإيران. وإحنا حقيقة هذا الكلام لما قاله صدمنا، لأن إحنا كنا نعتقد. بس هو أنكر يا شيخ هاي الكلام. لا هذا أنكر، هو يعني إذا أنا أعرف أنه أنكر، والوفاق أنكرت، والجمعيات الثانيين كلهم أنكروا معه، لكن الله شاهد علينا والله يعلم، ونحن وأنا أقولها بكل صدق ووضوح. يعني أنت سمعت بنفسك. هم كاذبون في هذا الإنكار. أنا أقول أنا أسمي المسميات باسمها. لست أنا اللي سمعت، أنا سمعت وغيري سمع، وشيخ عبد اللطيف سمع، والوفد اللي معنا سمع، كل يعني تقريبا من في القاعة كلهم سمعوا هذا الكلام. بس هو اليوم صرح أنه يعني لا يريد من إيران أن تتدخل في شؤون بلاده، هذا جاء على البي بي سي. لا الآن إحنا ما علينا الآن ماذا يقول، يعني الآن يستطيع يقول هو وغيره. لكن أنا يعني أريد أن أتكلم مع الوفاق وهم يسمعوني. لما قال هذا الكلام صار بعده حوار، كيف أنتم تستعينون بإيران؟ قال الدولة استعانت بالسعودية. يعني مو بس يعني عبارة قطة عابرة كلام، بعدها صار نقاش، واشترك في النقاش مجموعة من طرفنا ومجموعة من طرفهم، هم يدافعون عن موقفهم وإحنا نرفض الموقف. في أحد غير على اللي سلمان قال يعني دافع عن هالموقف؟ إيه في مجموعة منهم أنا حتى يعني لا، لكن هذا الموقف دافع عنه 4 أو 5 من اللي كانوا موجودين من 8 9. وصار كلام، والكلام تعرفين لما يصير كلام في مجموعة ربما أنت ما تميز بالضبط ألف من باء. وثم انتهى الموقف هذا ورجعنا إلى كيفية الاحتواء الموقف. فقلنا لهم احنا لما جيناكم قبل ساعتين قعدنا نتكلم في كلام متكلمين فيه قبل، ولو عدنا بعد أسبوع القادم بنروح في نفس النقطة. أنتوا لو من أول ما جلسنا معاكم داخلين على طول في احتواء هذا الموقف ربما وصلنا إلى حد. بعد هذا الموقف ليه الساعة كم تميتوا عندهم؟ طلعنا من عندهم 10:05 ربما 10:10. احنا وين رحت رجعتوا؟ وإحنا نتكلم معاهم بعضهم بدأ، أنا أعتبرها تمثيلية، دخل علينا بصورة وهو يستغيث هذه حكومة البلطجية وهذين المجنسين وأنتوا ربعكم دخلوا علينا في قراننا ويضربوننا وبسيوف. هذه للحين ما قبل إخلاء الدوار دي. للحين في يوم الأحد، يوم أي الأحد. أي كله. فواحد من إخواننا النواب قال هيك بعضهم، قال له أنا مستعد أروح معك. احنا ما نسوي هاللون. وين المحل؟ قال المحل في المحل الفلاني. قال بروح. قال لا مو بين بيتنا، في المحل الثاني. بدأ الكلام يتغير، بدأ شخص آخر يدخل على هذا الكلام، ثم تبين ان لا في بلطجية ولا في من احنا ولا من غيرنا. رأى العالم كله من اللي كان يعتدي على الآخر. طيب من يوم الأحد إلى يوم إخلاء الدوار صار في حوار؟ خرجنا من عندهم رجعنا إلى ولي الأحد. قال لنا شو اللي صار، نقلنا له الوضع اللي صار بالضبط، وتناقشنا معه في بعض القضايا، يعني تصوراتهم للوضع. شنو أنتوا نقلتوا له؟ أنا بعرف يعني أنت قعدتوا مع ناس، يعني التقرير اللي شفناه قبل شوي يبين أن في رهات مثل ما يقولون، يعني إحساس وشعور بأن في دولة. طبعاً إحنا يعني إحنا قلنا من جملة ما قلنا، كل هؤلاء الناس يريدون شيء بسيط في نظرهم، يريدون أنت وكحكم يشيلونكم، ونعتقد أن إحنا عقبكم بلحقوننا معاكم. أنت قلتوا لهم؟ قلنا شيخ سلمان. كنا هم الجماعة يرونكم يعني ما تصلحون للحكم، ويبون يشيلونكم من الحكم. وبعدكم يجي دورنا احنا. من يرضى بهذا الكلام؟ شنو كان رد؟ شيء طبيعي يعني تصوري انت بترضين بهذا الكلام ولا انا برضى به؟ هذا شيء طبيعي، احنا لا نرضى به. انا قلت لهم في اثناء الحوار، ثم وقلت هذا الكلام في المسجد، ثم نحن لا نرضى ان يحكمنا غير الاسره الحاكمه. خلينا نشوف التقرير مع بعض مره ثانيه ونرجع نكمل. نعم.
قام تلفزيون البحرين بالأمس بعرض فيلم وثائقي تضمن عددا من الجرائم التي ارتكبت خلال الأيام الماضية بحق رجال الأمن والواجب والذين نذروا أنفسهم لحماية مكتسبات هذا الوطن العزيز على قلب كل مواطن بحريني حر. هم كانوا يتكلمون بالتليفون، وينك يا مولانا، وين مقداد، وين موجود مقداد؟ هم نفسهم كانوا يتكلمون. بعد اكون مقداد هناك موجود ذاك الصبح، فتر على السياره وفر السياره ريوس طلع من هنا، مقداد ينزل لنا من هالصبح، ينتظرنا من هالصبح. عرف عنه مقداد، كلمني، سالني عن اسمي، سالني عن القسم اللي اشتغل فيه، امرهم ودوني. قال انا باخذه وبودي الدوار على اساس انه يودوني الدوار قدام الاشخاص. واليوم تقدم لتلفزيون البحرين مواطن بحريني شريف حركه الحس الوطني إثر رؤيته لمشاهد الفزع التي مورست بحق رجال الأمن العام من قبل المخربين. تقدم بشريط مصور يكشف كيف قام المخربين باختطاف رجال الأمن ونقلهم إلى الدوار. وتلفزيون البحرين بحكم التزامه وحرصه على كشف وتبيان الحقائق لإزالة الحجاب عن الحقيقة يطلعكم على هذا الفيلم حتى تقف الحقيقة صوتا وصورة حاجز صد منيع أمام محاولات البعض لتشويه وتكذيب الحقيقة والتي لا تحتاج إلى تبيان أكثر من ذلك. دكتور نادي، شفنا مرة ثانية التقرير، يعني يستفز الواحد صراحة. يعني أنا ذكرت اللي ينحرون الإرهابيين، اللي ينحرون الأسرة بين قوسين اللي يودونهم، بعد يقولون الله أكبر يعني، وبعد يقرون لآيات قبل، فذكر الآية أو ذكر يعني اسم الرسول عليه الصلاة والسلام أو شيء ما يدل على الرابط يعني، بس ونكتفي بالشعار فقط. أنا سؤالي هني دكتور، يعني عشان نرجع لسياق الأحداث اللي قطعناها قبل التقرير، في كان في حكي حول الثلاثي حق ووفاء وإخلاص وخلاص معاكم؟ لا، هذه ولا كان لقائكم فقط في الجمعيات؟ لا، هذه ما التقينا معهم ولا تواصلوا معنا، لا بتليفون لا بشخص وثائق وساطة أو شيء أبدا. طيب، هل الوفاق كانت يعني تملك زمام الشارع؟ هو اللي قال لنا علي سلمان ان احنا ما اقمنا هذه الحركه ويسميها اسماء اخرى، لكنها بعد ذلك الوفاق دخلت وركبت موجاتها. هذه نعرفه، بس اثناء الحوار معاكم هل هو يملك زمام، يعني كان يفاوض على امن الشارع مثلا معاكم؟ هو الحقيقه يعني مواقف ليست واضحه، تارة يقول أن الشارع يضغط عليه وأنا، وتارة يقول أنه لا يملك الشارع، لكن يقول أنتوا قبلوا بمجلس تأسيسي بعد ذلك تهدأ الأمور. طيب، قال له بعض الإخوان إذا أنت تملك أنك تهدأ الأمور، يقول لا أنا يعني سأطلب منهم وهم هذا سيعني ألتزم لهم. فهناك عدم وضوح في الكلام والمواقف، والواقع كل هذه يعني الفوضى كانت أدوار مرتبة. هل تشعر أنه هو توزيع أدوار، ولا تشعر بالفعل أنه يعني لا مجرد أنا يعني لا أشعر، أنا أقطع بأنه توزيع أدوار.
طيب احنا ما ننكر ان في مطالب اصلاحيه، احنا مطالب مشروعه يعني موجوده عند الشريحه، يمكن انا في وجهه نظري الشريحه العظمى اللي راحت الدوار لها مطالب مشروعه. ليس